السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور كمال جلال عبد الرازق، دكتوراه واستشاري الصحة النفسية الأسرية ومعالج اضطرابات اللغة وكلام الصوت. حديث النهاردة هيكون على موضوع ختان الإناث، وهنا هتكلم على موضوع ختان الإناث من المنظور النفسي البحت اللي لازم فيه أخاطب كل أب وكل أم لديهم ابنة داخل المنزل. اولا حضرتك، موضوع الختان، ختان اللي هو انا بستأصل عضو عامل فعال داخل جزء او داخل جسم بنتي، وهذا طبعا امر ليس بالشكل السليم. ليه هستأصل عضو يعني؟ وطبعا الحجج كثيرة وعديدة وبنسمعها، يقول لك كتجميل كمش عارف ايه. هذا الكلام طبعا لا صحة له، ويعتبر عبث في هذا الأمر. ومعظم دول العالم طبعا والأمم المتحدة جرمت هذا الأمر. ولو بصينا برضو بشكل عام كده، هنلاقي إن أفريقيا وآسيا فيهم الأرقام بتاعت ختان الإناث أرقام أصبحت مرتفعة. ولكن هنا في مصر بدأ الموضوع ياخد شكل جدي أكتر في الناحية اللي احنا فيها، بنجرم هذا الأمر. وأصبحت قوانين صارمة بغلق المنشآت التي تتم فيها هذا الموضوع، وغلق العيادات الطبية برضه التي تتم فيها هذا الأمر. فالموضوع أصبح داخل الدولة إلى حد ما هناك إجراءات قانونية واضحة وصارمة. ولكن أين دور الأب والأم؟ أين دور الأب والأم؟ حضرتك لما بتاخد بنتك وتفكر تعمل لها حاجة زي كده، أنت بتخلق من بنت شخصية معقدة نفسيا، معقدة جنسيا. طول ما هي في المراحل بتاعتها، سواء مرحلة الطفولة اللي انت عملت لها فيها هذا او هذه العملية اللي هي الختان، ما سماهاش عملية بسماها جريمة، عملتها لها في الطفولة، بتاخدها معاها لحد ما تكون في المراهقة، لحد ما تكون شخصية متزوجة، لحد ما تموت. هذه الشخصية من جواها نفسيا مضطربة، مضطربة من اللي هي شافته، مضطربة ان في حد حط ايده على جسمها، مضطربة ان انا ليه حصل فيها كل ده. ومن هنا ممكن يحصل للبنت تفكير، انا ايه اللي خلاه يعني، ايه يعني ايه اللي خلاني يحصل فيا هذا الامر؟ ليه بابا وماما اقبلوا على هذا الامر؟ فانت بتعمل الامرين في غاية الاهمية، امر بتخليه ليه تداعي نفسي سلبي، وامر اخر بتخلي زيادة التفكير داخل فكر البنت لممكن امور هي لم تتطرق لها مسبقا. فانت اللي نشأت هذا الامر وهذا التفكير. وبرضو بقولها بوضحها، وده اللي اجمع عليه معظم اساتذتنا في العلاقات الجنسية، ان الامر ملوش دعوة بالبرود الجنسي، او ليه دعوة بال زي ما احنا بيقولها بالعامية تطهير الفتاة وتعفيفها. الأمر ده بعيد كل البعد. ومعظم الشخصيات اللي طلعت تحدثت عنه الحديث الإيجابي، كانت شخصيات هدفها الأسمى والأعلى هو عدم ازدهار هذا الأمر داخل المجتمع المصري، لأن هذا الأمر محرم محرم محرم. وهذا الامر ليس له اي اساس طبي سليم ان ده بيعمل اللي احنا بنسميه كتعفيف وهكذا من هذه المصطلحات. ولكن الاسره لازم ان تستيقظ جدا لهذا الامر، وتوقف التفكير يعني التفكير حتى فيه. وان الاسره ايا كان لازم ان تعف بنتها عن طريق ايه؟ عن طريق ان هي البنت مثلا بتبقى مهتمه بطهارتها الشخصيه، بنظافتها الشخصيه، الحديث مع البنات في المراحل العمر المختلفه عشان نرتفع ونرتقي بفكرهم الجسدي او فكرهم الجنسي ايا كان. يعني هنا بقصد، بقول فكرهم الجنسي، ما اقصدش ان احنا بنعلم عيالنا تعاليم تسبق عمرهم، ولكن الحرص والحرص والزياده اللازمه ان انا اخد بالي من جسمي، دي حاجه مهمة جدا بتحصل للطفل والطفلة، بتحصل للولد وبتحصل للبنت، مفيش أي مشكلة خالص. حابب أوجه رسالة لكل أب بيسمعني، بلاش نتطرق لهذا الأمر. العالم كله بيجرمه، 6 فبراير من كل سنة ده يوم خاص بهذا الأمر، فإحنا لازم ناخد بالنا جدا من هذا الأمر. وبلاش نتطرق للأمور السلبية والآراء الناس الوهمية اللي بياخدونا لهذا المنعطف الخاطئ في هذا الأمر.
وأشكركم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.